جرب حظك. اخوانا دي اول مره طبعا بقدم لكم فيها برنامج جرب حظك بعد فتره طويله من الانقطاع. الحقيقه في اللحظه دي بيتملكني عدد من المشاعر. انا سعيد جدا ان اعود الى هذا البرنامج وان اعود اليكم الى الجمهور الطيب الحبيب. وفي الحقيقة أنا بيسعدني جدا إن المعاني اللي وراء جرب حظك بتتأكد وبتعمق على مر الزمن، والمعاني اللي فضلت وهتفضل عايشة كخط وهدف للبرنامج، معاني القومية ومعاني الإنسانية ومعاني الفن وقبل كل ذلك معاني الشعبية. كان المفروض ان الفارس الاول اللي كنت عاوز اقدمه لكم النهارده هو الزميل الاخ الاستاذ عباس احمد، اللي قدم لكم البرنامج فتره طويله اثناء انقطاعي عنه. الزميل عباس احنا بنحييه دلوقتي وهو غائب في المانيا من اجل مهمه فنيه اخرى ومهمه قوميه من اجل التلفزيون. دلوقتي هنبتدي برنامجنا. أيها السادة، قبل ما نسمع الفارس بتاعنا النهاردة أحب أسأل سؤال بسيط قوي. الراجل بيتجوز غالبا كم مرة؟ مرة واحدة في المعتاد، مرتين لما تكون ظروفه غير عادية، ثلاث مرات لما تكون ظروف استثنائية، أربع مرات لما تكون ظروفه غريبة جدا. لكن الفارس بتاعنا النهاردة إسماعيل محمد المصري، عارفين اتجوز كم مرة؟ 40 مرة. اسم سيادتك ايه؟ نعيم محمد المصري. انت بتشتغل ايه يا سيد اسماعيل؟ وكيل محامي. اول مرة اتجوزت حقيقي اول انت متجوز 40؟ عشان انا مش مصدق يعني. 39 ولا 40 بكره. انت اول مره اتجوزت كان سنك كام سنه؟ 17. 17 سنه. دلوقتي انت سنك كام؟ 49. يبقى الفرق كام سنه؟ 17 من 49 يبقى 32 سنه. 32 سنه. اتجوزت فيهم 39 واحدة. ايوه. يعني بمعدل اكتر من واحدة كل سنة. ايوه. ده في واحدة قعدت 10 ايام. طيب اكتر واحدة قعدت معاها وقت قد ايه؟ ثلاث يعني سنين الاخيرة. 39. دي عمرت معاك 3 سنين. ايوه. واقل واحدة قعدت معاك كم يوم؟ 10 ايام. طيب اللي انت اتجوزتهم اصغر واحده فيهم في السن سنها كام سنه؟ 14. 14 سنه؟ ايوه. دي اول واحده. دي اول واحده. واكبر واحده كان سنها كام؟ 45. 45. دي توفت، ماتت. ها؟ ماتت. ما لحقتش تستنى. طيب اللي انت اتجوزتهم فيهم كام بنت؟ خمسه. خمس بنات. والباقيين ستات. ستات. كم واحدة ماتت منهم؟ مات أربعة. مات أربعة. طيب يا سيدي تعيش وتدوب. والباقيين كام؟ فيهم واحدة اتنسفت في الغارات. واحدة اتنسفت في الغارات. والباقيين كام؟ الباقيين اتطلقوا كلهم؟ اتطلقوا. أربعة من 39 يعني طلقت 35 واحدة. أيوه. طب أنت دلوقتي لما بتمشي في الشارع ما بتقابلش حد من زوجاتك السابقات؟ بقابل في كل اسم ليا في ساعة
سيدات كل اسم. ايوه وبيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لك ايه وبتقول لهم ايه؟ بيسلموا عليا وازاي حالك كويس اتجوزت اتجوزت وخلاص وتفوت الحكايه. طب انا عاوز اعرف بقى ازاي انت بتطلق بسهوله بالشكل ده مع ان الطلاق زي ما انت عارف بتعقبه التزامات كبيره، يعني اذا كان مثلا من نفقه او مؤخر صداق او مؤخر صداق او كده. يعني الواحد بيتجوز عشان يعيش في جو هادي ما يحبش عكننه. اللي تعكنني على طول. يعني اللي تعكنك على طول تطلقها على طول واشوف غيرها. انت مخيف قوي الحقيقه. وانت بتتعكن بسرعه كده؟ الواحد بيتجوز عشان مش عاوز دوشه. انما يعني باين عليك بتتعكن بسرعه خالص. يعني اذا كنت انت طلقت لا ما الواحد ينصح المره واثنين وثلاثه وبعد كده ما جاتش بالنصيحه يطلقها. يعني انت في رايك ان باستمرار كان سبب الطلاق ان الست بتعكننك يعني. وفي عشان امها يكون حماتي. طيب افتكر انت يعني جوزت 39 واحده لازم تكون دفعت مهور كتير قوي، مجموع المهر اللي انت دفعته يعني كان يعمل مصنع. دفعت قد ايه؟ العزبه 5 جنيه. ايوه ايوه. والبنت ما بين 10 جنيه و 15 جنيه. والبنت البنوت 10 جنيه او 15 جنيه. عشان انا باخدها من غير عفش، باخدها بطولها. عندي شقه مفروشه جاهزه. يعني تخش بطولها وتطلع يعني. بطولها. طب انا عاوز اسال حاجه. يعني الناس بيتجوزهم وفي نيتهم انه يعني هيعيش على طول. واخد بالك؟ يعني احد شروط صحه الجواز ان يكون الواحد بيتجوز وهو في نيته ان الزواج سيدوم وانه على طول هيعيش مع الست دي. فدي كانت بتبقى نيتك وانت بتتجوز؟ كانت بتبقى نيتي اذا كانت تمشي مستقيمه وتسمع الكلام والالتزامات اللي اقولها عليه. يظهر انت من الاول بتبقى محضر انها ما تبقاش تمشي مستقيمه يعني في ذهنك. مفيش غير واحده بس اللي هي كانت كويسه وزعلت عشانها لما ماتت. يعني ما كنتش عاوز تطلقها؟ لا دي ما كانتش هطلقها اذا كانت ما ماتتش، كانت قعدت معايا للنهايه. دي من اسكندريه. ولكن بقى ماتت. ماتت. طيب انت عمرك ما دخلتش الحبس؟